مساء الخير جماعة، مرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية. مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالشباب، مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الذي تحتفل به الإسكندرية كلها بابنها البار الدكتور أحمد زويل. إنه بحق يوم عيد أن تحتفل الإسكندرية بابنها، وأن تحتفل جامعة الإسكندرية بابنها، وتحتفل مصر كلها بهذا العالم الجليل الذي رفع رأس كل المصريين. فهو بحق كاسر حدود الزمن، تحكم في الزمن إلى 2000 ثانية، و2000 ثانية قياس لجزء من الثانية. إذا قسنا من 2000 إلى الثانية الواحدة فهو بمثابة الانتقال من الثانية إلى 32 مليون سنة. تمكن الدكتور زويل من ذلك، وله باع طويل في ميادين كثيرة لن أقص عليكم كل الجوائز التي حصل عليها، ولكن أريد أن أرحب به بصفة خاصة في مكتبة الإسكندرية، لأن مكتبة الإسكندرية القديمة كانت ملاذ العلماء، وبالتالي تحاول مكتبة الإسكندرية الجديدة أن تكون أيضا ملتقى العلماء. ودكتور زويل له فضل كبير على هذه المؤسسة، فكان عضوا في أول مجلس أمناء لها، واختار مديرها، وكذلك اعتمد نظامها ولوائحها، ورسم مسيرتها. وهو له رحلة عمر مليء بالإنجازات، رحلة بدأت من الإسكندرية، انطلقت من جامعة الإسكندرية منذ 4 عقود تماما. دكتور زويل مع إنجازاته الكثيرة هو الحقيقة يفي بوعوده، وكان له لقاء في الإسكندرية ولكن لم يسع المكان كل محبيه، ولا أظن أن هناك مكان في مصر يمكنه أن يسع كل محبيك يا دكتور زويل. وحاولنا اليوم، ولنا في هذا أن نشكر فضل جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وغرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية، وجامعة الإسكندرية التي كلها تضافرت جهودها لتمكين الدكتور زويل من تحقيق وعده للشباب أنه سيعود وسيلتقي بهم مرة أخرى. فشرفنا بأن يكون هذا اللقاء في مكتبة الإسكندرية، ولكن حقا يا دكتور زويل وأمانة في عنقي أن أقول لك أن بالإضافة لهذا العدد الغفير هناك قاعة أخرى مليئة بالحشود المحبين في هذا المبنى، وهناك ربما 1000 أو 2000 من محبيك لم يتمكنوا من الحضور، فيجب علينا أن نقطع منك عهدا آخرا أن تأتينا مرة أخرى بإذن الله. سيدتي سادتي، سيحدثنا الدكتور زويل حديث خاص اليوم،
ولكن أريد أن أعطي فرصة لمن شاركوا في تنظيم هذا اللقاء أن يشاركوني في شرف استقبال الدكتور زويل بيننا. واسمحوا لي إذ أحيي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور هاني هلال والدكتورة والأستاذة الدكتورة فايزة بونجا وزيرة التعاون الدولي والكثير الكثير من الحاضرين. أن أدعو إلى المنصة ليلقي كلمة جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور حسن نادير رئيس الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، السيدة الوزيرة فايزة بنجا وزيرة التعاون الدولي، الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، الأستاذ وسيم محي الدين رئيس غرفة الفنادق المصرية، ضيفنا العزيز وابن جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور أحمد زويل، السيدات والسادة الحفل الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدني باسم جامعة الإسكندرية العريقة أن أرحب بابن جامعة الإسكندرية العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل. أرحب به في موطنه وجامعته التي تلقى تعليمه فيها وتخرج من كلية العلوم بها عام 1967، ثم معيدا حتى حصل على منحة من جامعة بيركلي بكاليفورنيا، ثم عمل بجامعة هارفارد وجامعة كالتك وجامعة شيكاغو حتى أصبح أستاذا للفيزياء والكيمياء لتبدأ رحلة النبوغ والابتكار والإبداع، رحلة سطر فيها الدكتور زويل لنفسه ولبلاده ولجامعته صفحات وضاءة مشرقة أضاءت سماء البشرية بنور العلم، فراح يحقق إنجازا بعد إنجاز ويحصد براءات الاختراع واحدة تلو الأخرى ليكلل ذلك كله باكتشافه للفيمتوثانية عن طريق اختراعه لكاميرا تعمل باستخدام الليزر لترصد حركات الجزيئات عند نشأتها وعند التحامها بعضها ببعض، ليهدي البشرية إنجازا عظيما يعينها في رحلة الحياة، مسطرا بذلك اسمه في مصاف العلماء الأذاذ الذين أسهموا بإنجازاتهم في تقدم البشرية ورفاهيتها أمثال جاليليو ونيوتن وجراهام بيل وغيرهم. ولذلك فلم يكن مستغربا أن يحصل الأستاذ الدكتور زويل على جائزة نوبل في العلوم عام 1999. وإذا كان الاطلاع على أحداث التاريخ يصحبنا في رحلة إلى الوراء لنرى الماضي الذي لم نعيشه ولم نعاصره، فإننا اليوم وفي هذه اللحظات نستعد لنركب مع الدكتور زويل سفينة الزمن ليصحبنا في رحلة إلى الأمام، رحلة إلى المستقبل الذي لم نراه بعد. السيدات والسادة، إني مشتاق وإياكم لصحبة العالم الجليل الدكتور زويل في رحلة لنرى الغد قبل أن يحين موعده ومكانه، ولنعيش الأوان قبل الأوان والغد مع اليوم في منظومة فريدة من تعانق الأوقات والأزمان، فهي متعة ما بعدها متعة أن نعيش الزمن الماضي والحاضر والمستقبل كلهم في آن. وفي الختام أقرأ الحفل الكريم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور حسن نادير. والآن يشرفني أن أدعو إلى المنصة
الأستاذ وسيم محي الدين عضو مجلس الإدارة في جمعية رجال أعمال في الإسكندرية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية بمصر. أستاذ وسيم محي الدين. سيدات والسادة، بالنيابة عن غرفة الفنادق المصرية وجمعية رجال أعمال اسكندرية وبالأصالة عن نفسي أرحب بسيادتكم في هذا الصرح العلمي الثقافي العظيم الذي أنار العالم بعلومه وعلمائه لزمن طويل. لقد كان لي الشرف أن أكون أحد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية منذ 40 عاما، ولقد ازددت شرفا بوجودي اليوم ألقي بكلمتي أمام الأساتذة الأجلاء من جامعة الإسكندرية، وقد ارتفعت هامتي عالية هذا المساء بوقوفي أمام كبير العلماء الأستاذ الدكتور أحمد زويل ابن جامعة الإسكندرية. لأقدم إليه خالص الشكر والتقدير، فقد وعد منذ عام على إقامة هذه الندوة للمجتمع السكندري بأسره، وقد وفى بوعده اليوم لننهل من فكره وعلمه وعبقرياته. أهلا بكم جميعا، ولن أطيل على سيادتكم، ولكنني أود أن أعلن للمجتمع المدني بمؤسساته وجمعياته وغرفه السياحية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال أنني على يقين من أن تنمية هذا المجتمع ونهوضه لن يكون إلا برعاية البحث العلمي وعلمائه. إن البحث العلمي يعد من أهم ركائز التنمية الشاملة لأي مجتمع متحضر، وأن مؤشر رقي أي مجتمع وتطور مؤسساته يكون نتاجا طبيعيا لما يصدر فيه من أبحاث وأوراق علمية تساهم بالتالي في النهوض بمجالاته الصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجية. كما أن التعليم الفني إذا تبوى مكانته الصحيحة سيكون المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة للمجتمع بمؤسساته وأفراده. لذا فإنني أطالب من هذا المنبر أن تتولى المؤسسات والهيئات الأهلية والمهنية ورجال الأعمال كل في مجاله تبني ورعاية التعليم الفني والبحث العلمي لما لهما من أهمية في نقل هذا المجتمع من عثراته الحالية بسبب تدني العملية التعليمية والبحث العلمي. وإذ أنتهز هذه الفرصة ووجود عالمنا العظيم بيننا أن أهنئ المجتمع السكندري بفوز مدينته الغالية بلقب الإسكندرية عاصمة للسياحة العربية 2010، لما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية قلما أن تجتمع في مدينة واحدة، فهنيئا لأهلها وأهلا بعظيمها الدكتور أحمد زويل. شكرا. شكرا للأخ العزيز وسيم محي الدين. سادة والسادة، إن العلم قصة تواصل أجيال، قصة علاقة بين أستاذ وتلميذ، قصة قدوة وقصة مسيرة. ولذلك يشرفني أن أدعو إلى هذه المنصة طالب من قسم الكيمياء
السنة الثالثة بكلية علوم جامعة الإسكندرية الأستاذ أحمد علام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا الحق هذا العقل من ظلماته، وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل. السادة العلماء الأجلاء، السيدات والسادة الحضور، تعد جامعة الإسكندرية إحدى أكبر الجامعات في مصر، حيث كانت على مدى أكثر من 70 عام بمثابة منهل من مناهل التقدم في مصر، ومنارة للعلوم والثقافات. منذ نشأتها كانت هي الوجهة الحضارية لمصر، حيث أنها تمثل حسن الاتساق والانسجام ما بين التقاليد والتقدم. لكن علينا أن نعترف ونقول: عصفور واحد لا يصنع الربيع، حيث لم تكن الجامعة لتصل إلى هذه المكانة إلا بفضل الأساتذة والمعلمين الذين بنوا فكر أجيال وأجيال على أسس من المعرفة السليمة والثقافات المختلفة، حيث نتقبل الآخر استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وهي علاقة مبنية على أساس أن الثقافات لا تعارض بعضها البعض، ولا داعي أبدا للتنافس فيما بينها، بل ولها قواسم ومبادئ مشتركة تلتقي عبرها، ألا وهي مبادئ العدالة والتقدم والتسامح وكرامة كل إنسان. وعلينا أن نعلم أن خوض الحروب أسهل من إنهائها، كما أن توجيه اللوم للآخرين أسهل من أن ننظر إلى ما يدور في أعماقنا. ويأتي بعد ذلك دور طلاب الجامعة، فهناك الكثير ممن شككوا في العملية التعليمية ودور الجامعة في تقديم هذه الرسالة، بل أن بعضهم ألقى اللوم على الشباب وبالأخص طلاب الجامعة. ولكننا أتينا إلى هنا لنؤكد أن الشباب هم عماد هذه الأمة ورفعتها، ولقد أتينا إلى هنا ومعنا دليل يقطع كل مجال للشك. هذا الدليل غزا العالم بعلمه وفكره، وحمل سراجا منيرا ليضيء أمامنا الطريق ونسير على دربه. إنه ابن كلية العلوم جامعة الإسكندرية، العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل. الشمس تشرق كل يوم آذنة ببزوغ فجر جديد، وتغادر الطيور أوكارها باحثة عن الحب والحب، ويغادر العلماء أوطانهم باحثين عن العلم. وهذا الدليل يؤكد لنا أننا طالما سرنا على هذا الدرب سوف يكون عندنا أمثال الدكتور زويل العشرات، بل المئات من الذين يرفعون اسم بلدنا الحبيبة مصر عاليا خفاقا بين الأمم. لذلك سنظل دائما على الطريق الصحيح، فهيا يا عشاق اللقاء، هيا يا رواد العلم، على موائد العلم والحب نلتقي نحو مستقبل أفضل. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادة الحضور، السيدات والسادة، لن أطيل عليكم ولكن نقطة تنظيمية. وزعنا أوراق على كل الحاضرين، فمن أراد أن يكتب سؤالا ولا أقول تعليقا، أكتب سؤالا يوجهه للدكتور زويل، أرجو أن يستعمل هذه الأوراق. وقد وعد الدكتور زويل أن بعد كلمته سوف يجيب على بعض هذه الأسئلة في حوار أخوي سأشرف بإدارته معه، مستأنسا بالأسئلة التي ستكتبونها. هذه الأسئلة ستنقل إلى الزميل دكتور خالد عزب وزميل آخر معه في الإعداد لهذه الفرز الأسئلة، ثم سنوجهها إلى الدكتور زويل. السيدات والسادة، أرجو أن تشتركوا معي في الترحيب بالأستاذ الدكتور أحمد زويل. شكرا. الحقيقة أنا قبل ما أبدأ عايز أقول إن يمكن أحلى حاجة الليلة سمعتها لحد الوقت هي الزرغوطة اللي جت منها. ولكن طبعا أنا بشكر الحقيقة مكتبة الإسكندرية العظيمة، وبشكر جامعة الإسكندرية والأخ العزيز وسيم محي الدين. الحقيقة وعدني كذا مرة إنه لو جيت الإسكندرية وعطيت محاضرة زي دي حاكل أكلة سمك ممتازة، وفعلا حصل. المناسبة دي الحقيقة مناسبة خاصة بالنسبة لي أنا، هي طبعا مناسبة سعيدة إن أنا أشوف الألوف المؤلفة داخل القاعة وخارج القاعة، وزي ما ذكر الأستاذ إسماعيل. بس دي مناسبة خاصة، أنا سبت اسكندرية بالضبط تقريبا يعني وزن أويك كده 40 سنة، ده بيحتفل بالسنة 40 في أمريكا دلوقتي حاليا بعد ما سبت اسكندرية في 1969. واسكندرية كان لها بعد أساسي ومحوري في حياتي، سواء كانت الحياة العلمية أو الغير علمية. وأنا هنتهز الفرصة الليلة دي، وبالذات إن أنا سعيد جدا إن أعداد شباب كبيرة جدا موجودة، إن أنا أقول لكم على الرحلة دي، وده العنوان اللي أنا اخترته. والحقيقة أنا عندي 3 رحلات الليلة عايز أتكلم عنها. الرحلة الشخصية، وأتمنى أن دي تكون محطة مهمة للشباب اللي موجود أنه يمكن يستفيد من بعض الحاجات اللي أنا عملتها. والرحلة الثانية رحلة الشعوب والأمم إلى المستقبل، عايز زي بنقول بالمصري أدردش معكم فيها. وأخيرا بعض الملاحظات على مصرنا الحبيبة، إزاي أن احنا ندفع عجلة الأمل زي بيقولوا إلى المستقبل. فالحقيقة دايما في المحافل العالمية بأذكر إن أنا كنت أقول لهم إن أنا فورشنت أو سعيد الحظ في ولادتي، الولادة بتاعتي اللي اتولدت فيها، المكان اللي اتولدت فيه، وفي تعليمي في مصر، وده في كل المقالات والكتب اللي أنا موجودة لحد الوقت. وبقول لهم كمان حاجة مهمة جدا، يعني يمكن احنا في مصر ما بنهتمش بالحاجات دي كتير. انا اتولدت في بلد هورس، دمنهور. فدمهرة لازم يكونوا مبسوطين هنا دلوقتي.
وفي نفس الوقت عشت من أجمل الأيام بجانب سيدي إبراهيم الدسوقي على فرع النيل وقريب جدا من رشيد. رشيد لها بعد تاريخي مهم زي ما انتم عارفين، اللي هو روزيتا ستون، يعني واحدة من أول الحاجات اللي حصلت في التاريخ وبالذات بالنسبة في علوم الآثار، انك انت قدرت تفك الشفرة بتاعة اللغة المصرية القديمة بحجر موجود نوليدج، معرفة جديدة جاية من رشيد. ده حوالي 60 كيلومتر أو أباوت كنت من الأسكندرية، منارة العل القديم كانت بؤرة ساطعة، يعني لو كانت أمريكا دلوقت بتستقطب أهم المفكرين والعلماء كانت الأسكندرية في هذا الوقت هي هذا المركز المضيء للعالم كله. ويمكن الدكتور إسماعيل يقول لنا أكثر ويعرف عني أكثر مني بكثير. فهنا بين رشيد للمعرفة وبين الأسكندرية لمركز من مراكز العلم. الحقيقة إن الطفولة لما برجع لها وبشوف إزاي الواحد قدر يعمل اللي هو في حياته بالطريقة دي، بلاقي إن كان في حاجتين أساسيتين في الطفولة وجزء من الشباب. نمرة واحد، التعليم المدرسي. أنا دايما بقول وبعتقد ومتأكد 100% إن أنا حصلت على أحسن تعليم في مصر. أنا ما روحتش مدارس خاصة، ونبي بلاش الموبايل لو سمحتوا. أنا ما روحتش مدارس خاصة، أنا جاي من أسرة متوسطة، عائلة زويل معروفة في دمنهور، ولكن حنا زي أي حل مصري ثاني ما كانش فيه لأن احنا نروح مدارس خاصة ولا ندفع المصاريف الباحظة دي. وفي وقتي يعني عشان أكون أمين معاكم، يعني في وقتي كنت بقول للإخوة من قيمة يومين، لو رحت مدارس خاصة يبقى أنت ولد من اللي هم اللي كنا بنسموهم الفافي دولت في الأيام دي، لكن لو أنت فعلا يعني متين وقوي تروح المدرسة أو الجامعة الحكومية. فالحقيقة تعلمت كويس جدا في هذا الوقت، ده كان التعليم المدرسي. يعني أنا فاكر مدرسة حكومية وكان في رسم وأشغال ورحلات وتكبير صور ولعب باسكت بول، كل الحاجات دي اللي هي النهاردة من الصعب جدا انك حتى تلاقيها في المدارس الخاصة حتى في امريكا لما بنبعت اولادنا احنا. الحاجة التانية كان التعليم اللي جاي من الاسرة. لن انسى في حياتي دور والدتي او الوالد او البساطة اللي كانت موجودة في الحياة، بمعنى انها عطتنا قيم معينة، قيم ووجودنا احنا جنب سيدي ابراهيم الدسوقي كان له واقع مهم جدا في حياتي، وانا كتبت عن كده في الكتاب عصر العلم. لكن كان في قيم، احترام الاخر، احترام الجار. انا لحد دلوقتي لسه فاكر يعني لما كان يحصل حد يموت او حاجه في الشارع اللي احنا فيه ما نفتحش الراديو لمده 40 يوم. كان في تقاليد وفي عادات وفي ثقه عندنا ان الانسان ممكن يكون انسان كويس ويمكن ينجح لو اشتغل كويس. الحقيقه ان انا بالقيم ديت ما كانش ميولي كتيره جدا في الحاجات الغير علميه، وبالتالي ما كنتش بحصل على درجات علميه كتيره قوي في الحاجات اللي هي عايزه الحفظ والسم والحاجات دي كلها. واذكر حديثا ان انا قريت لواحد زميل كان معايا في المدرسه الاعدادي، انا ما شفتوش من زمان يعني، بس قال ان هو كان بيحصل على مجموع احسن مني، وده صحيح، هو كان بيحصل على مجموع احسن مني لان انا ما كنتش مهتم، يعني كانت كل اهتماماتي في الميكانيكا والرياضيات وحاجات زي كده. كليه العلوم جامعه الاسكندريه كانت الزواج السعيد بالنسبه لي انا علميا، لان إلى يومنا هذا أتذكر الحرم الجامعي في محرم بيه، أتذكر الأساتذة الفضلين وبالاسم، يعني أنا ممكن أعد لكم الليلة دي 15 أستاذ فاضل كان لهم تأثير عليا. كل أي نجاح بتسمع عنه كان له
من واقع الأساتذة الفضلين. كان في احترام بين متبادل بين الأساتذة وبين المعيدين وبين الطلبة. في بحث جيد، في عمل جاد. أنا بكل أمانة عمري ما سمعت في كل سنوات اللي هنا قبل ما أطلع لأمريكا، عمري ما سمعت عن سرقة أبحاث في الجامعات. ما سمعتش عن كام ده وإحنا معيدين وطلبة في الكلية. عمري ما سمعت إن أستاذ غش أو ضرب حد أو طالب معيد مش عارف عمل إيه. فالحقيقة المناخ والجدية في العمل، إحنا كنا برضو وإحنا معيدين كنا نسهر. أنا فاكر الزميل سامي شرف وعلي الخولي وناس كتير جدا نسهر في المعامل لحد 12 بالليل، وبعدين نمشي لمحط الرمل وروح أتينيوس والحتت الجميلة ديت وبتاع، وإحنا ماشيين بعد ما اشتغلنا لحد ميد نايت تقريبا أو نص الليل. لحظي كنت أنا في حاجة اسمها مجموعة سبيشال في الوقت ده. كان السبيشال دي حاجة مهمة جدا، لأنه لازم تحصل على امتياز أو جيد جدا على الأقل عشان تطلع للمجموعة سبيشال. كنا بس 7 وكانوا بيدلعونا، يعني كل المراجع اللي بتيجي من الخارج كنا بنقدر نستعيرها من الأساتذة المحترمين بتوعنا. ولكن لحظي أنا طلعت الأول على الدفعة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، فكنت طموح عايز أطلع أمريكا. فالطموح بقى ده في الوقت ده، طبعا احنا معانا السيد الوزير هنا، وانا متأكد ان هو السيد الوزير هيقول الكلام ده خلاص انتهى كل البيروقراطية اللي انا مشيت فيها ديت في الوقت ده، لانه في هذا الوقت انا خلصت ماجستير في 8 أشهر، الجزء العملي كله خلصته، كتبت الابحاث كله مع الأساتذة الفضلين الدكتور رأفت عيسى والدكتور العزبي. بعد ما عملنا كل ده قالوا انت لازم تطلع امريكا وتشوف وضعك هناك، وهم الحقيقة اللي حمسوني جدا لهذا الموضوع. بس بدأت بقى اللي انا بسميها عجلة البيروقراطية المصرية، لان اتقال لي بقى ايه، انت ما كملتش سنتين، انت خلصت ماجستير افتر 8 أشهر بس انت ما كملتش سنتين، فلازم تجيب شهادة من السيد الوزير في مصر في القاهرة انه يوافق لك على انك تاخد اجازة بالمدة الفضلة ديت لحد السنتين، وبعدين بعد كده يقدر يصرحوا لك بالعملية دي. دي سهلة، عملت أبونيه مصر اسكندرية، وانا عايز الشباب يعرف ان الحياة مش سهلة، ما كانش في سجاجيد حمرة بتتفرش عشان ان احنا نوصل اللي احنا عايزين نوصل. فعملت أبونيه وحاولت اخلص الاوراق من الوزارة. طلع ان في بقى مشكلة فظيعة لازم اقول لكم عليها الليلة، حاجة اسمها الانون لتر. لن انسى ده، عندي لحد دلوقتي الورق الاصفر بتاعه. ايه بقى الانون لتر؟ انا جبت منحة من امريكا، ما كانتش بعثة من الحكومة المصرية، يعني جامعة امريكية عطتني منحة، ده معناه هتدفع المرتبات بتاعتي وهتديني الفلوس بتاع التويشن وهتعمل كل اللي هي انا محتاج له في امريكا، فما مش مكلف الحكومة المصرية حاجة. لكن قالوا ان القانون في هذا الوقت بيقول ان مش ممكن تيجي منحة باسم واحد. فلما كتبت الاستاذ بتاعي قلت له مش ممكن المنحة دي تكون باسمي، الراجل استغرب، وما تكون باسم مين يعني، احنا مختارينك على اساس انك احمد زويل نكتبها باسمي. فقالوا ان في حاجة اسمها الانون لتر، الجندي المجهول او الجواب المجهول. فكتبت للاستاذ يعني معلش، وهو كان انجليزي الاصل ففاهم البيروقراطية شوية، فكتبت له فبعت لي جواب للقسم من غير اسمي، بس قال في اخر سطر فيه انه the final choice is up to us، up to الجامعة اللي هناك. ده معناه كان ايه بقى؟ ان انا اخذ الجواب ده ووريه لكل معيد في كلية العلوم في قسم الكيمياء، ولازم كل واحد فيهم يمضي انه مش عايز المنحة دي. سيد الوزير ما فيش الحاجات دلوقتي، لا الحمد لله. فطبعا لو في بس واحد معيد زميل يعني عايز كده يتعبك شوية يبقى انت برا اللعبة. كلهم طبعا احنا اصدقاء وكلنا بنعملها لبعض، بس طبعا تضيع وقت يعني. فالمهم عملنا الجواب الانون ده. باقي حاجة تالتة اخيرة،
لازم أخد إمضة السيد رئيس الجامعة إنه يصدق على هذه المنحة. خلي بالكم ده كان بعد حرب 67 والوضع سيء ولا. فالمهم رحت مبنى الجامعة في الشاطبي. أنا يمكن قلتها لبعض الإخوة. فرحت المبنى الشاطبي ده فاكره لحد الوقت. ودخلت مبنى الجامعة وقلت للعم محمد أظن أو عم محمود مش فاكر. قلت له أنا عايز أقابل السيد رئيس الجامعة. فبص لي كده وقال لي هي بسهولة كده تقابل رئيس الجامعة؟ انت فاهم ايه يعني؟ انا لابس بقى معيل وكرافتة وبتاع وموضب نفسي وحاجات زي كده. قال لي لا 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 لا. وبعدين قعدت اتحايل عليه واقول له ده فاضل لي شهر وعايز اسافر وبتاع. قال لي طب شيل البوسطة دي وتعالى معايا. فشلت البوسطة. شلت البوسطة كمعيد وطلعت. انا فاكر السيد رئيس الجامعة كان في اخر طور فوق. ما اعرفش اذا كان ده لسه. طلعت بقى لفوق قعدت جنب الباب. الله يرحمه وبكل تقدير ليه هو لو في حد من الأسرة تحته موجود، الدكتور من اسكندرية الدكتور عبد الرحمن الصدر، دكتور فاضل وطبيب، وكان هو في الوقت ده اللي موجود في مكتب الرئيس الجامعة. فدخلت له وبص على الأوراق وشاف الامتياز ومش عارف ايه، وبعدين قال لي أنا حمضي بس أنت ما انتش راجح، وتروح الايام وتيجي الايام وبعد كده قابله في امريكا ونبقى اصحابه ونتعرف مع بعض جدا جدا. اللي عايز اقوله لكم بقى ان لو اشتغلت هارد وفعلا كفحت وخدت نوبل رئيس الجامعة بقى ينزل لك. وفعلا ده اللي حصل. الحقيقة بعد ما طلعت من مصر بالتعليم الجيد ده ومن الجامعة بالذات أو الكلية العلوم وأفتكره بكل خير، رحت لبلاد الأحلام اللي هي كانت بالنسبة لنا كشباب أمريكا. أمريكا كان فيها عقبات كبيرة جدا ثقافية. أنا ما أعرفش إنجليزي كويس، مش فاهم الثقافة الغربية كويس لسه. في عقبات سياسية، طالعين من 67 وفاهمين عننا ان احنا بنركب الجمال وبتاع وما نعرفش نعمل حاجة. في برضو عقبات علمية مع اني تعلمت كويس هنا، بس في حاجات المودرن ساينس او العلوم الحديثة ما كنتش اعرف عنها لسه كويس. فبكل العقبات ديت قدرنا نكمل وناخد دكتوراه في فترة معقولة، وبعدين روحت جامعة بيركلي ولحد ما جاء الحظ الى التعيين في جامعة كالتاك. انا الحقيقة كانت فعلا بكل معنى الكلمة كان عندي حظ ان هارفارد تعمل لي اوفر وشيكاغو تعمل لي اوفر وجامعات اخرى، لكن انا حبيت كالتاك. ليه حبيت كالتاك؟ انا بعتقد ان دي كانت من احسن القرارات اللي انا اتخذتها في حياتي بالذات العلمية. المناخ العلمي في كالتاك رائع. انا يعني حتى بعد ما أصبحت أستاذ في سن صغير في كالتاك عرض علي جامعات أخرى وإلخ بما فيهم هارفارد، ولكن أنا ما قبلتش أن أنا أتنقل من كالتاك. كالتاك المناخ الأيديال زي بيقولوا بالنسبة للي أنا شفته. ليه؟ فيك الرعب لما تعينت في كالتاك. أنا كنت يمكن أول واحد مصري عربي عمره دخل جامعة كالتاك دي كأستاذ مساعد، لكن كان في رعب. يعني أنا فاكر أول أسبوع ماشي على الكامبس يقولوا لي ده معاه جايزة نوبل وده معاه جايزة نوبل وده اللي عمل الريكتر سكيل بتاع الايرث كويكس وده اللي اخترع الماب بتاع البرين وبتاع. فالواحد كان في حاله رعب الحقيقه، مش فاهم ايه اللي ممكن يحصل له بالنسبه للحباس. ولكن من اول ما تعينت كاستاذ صغير الى وقتنا هذا لم اشعر بخوف، سواء كان سياسي أو ثقافي أو فكري. ما كنتش بشعر أبداً أبداً بكل أمانة بأن عندي أي خوف أن أنا أعمل أي حاجة، أو أن أنا ما يجيبش أشتغل في الحاجة ديت عشان فلان فلاني، أو أنها مش مسموح بيها، أو أن أنا ما يجيبش أتكلم عليها. ما فيش هذا. ده المناخ العلمي الصح، وده اللي احنا بنحاول نعمله في مصر. إنه هو لما بتدي المناخ العلمي لأحزم أحسن العقول عندك والناس اللي هي فعلا عندها الشغف بالنسبة للعلم والمعرفة بتطلع حاجات عمرك ما كنت تتوقع أنك تطلعها. جامعة كالتاك بس في تاريخها 100 سنة مطلعة لحد دلوقتي 35 جائزة نوبل.
فما تقدرش انت تعمل الحاجات دي الا اذا كان عندك المناخ اللي انا دايما بتكلم عليه في مصر. وهو ده المناخ اللي خلاهم يدوني تنير، بيسموها تنير يعني تثبيت في الجامعة، في اقل من سنتين. عموما في امريكا بيبقى 5 لـ6 سنين، لكن الحقيقة ما كانش في اي عقبات بالنسبة لهم انهم يقدروا يعملوا العملية ديت. وهو ده المناخ نفسه اللي خلانا نعمل الشغل بتاع جائزة نوبل في مع المجموعة بتاعتي في اقل من 10 سنين من بدايتي كأستاذ مساعد. وهو ده المناخ اللي مخلينا دلوقتي داخلين في موضوع جديد خالص بالمرة في الطب والبيولوجية، اللي هو الفور دايمنشنال مايكروسكوبي ده، وعندنا براءة اختراع عليه وبنعمل ابحاث جديدة وعلى بين الطبيعة وبين الطب والبيولوجية. فيعني ده مناخ علمي اذا ما توجدش مستحيل انك تقدر تعمل اكتشافات وابتكارات جديدة. طب ايه اللي انا تعلمته بقى من الرحلة دي الشخصية اللي انا بقول لكم عليها دي؟ عايز ألخصها بس في 3-4 حاجات وبعدين أنقل للنقطة التانية. اتعلمت إن التعليم المدرسي لازم يكون تعليم يلائم القدرات، يلائم القدرات، تعليم يخاطب العقل، تعليم يلائم العصر. يعني يمكن ده التلخيص الأساسي اللي أنا بطلع بيه. مستحيل في القرن 21 مثلا تعتمد على زي ما كنا بنعتمد زمان على حشو المعلومات زي بيقولوا، او انك انت مثلا الاملاء الكثيرة، لها كلمة بالبلدي بس مش عايز اقولها. يعني كل ده ان هو اتغير المناخ العلمي. وانا هقول لكم على امريكا دلوقتي بتواجه مشكلة في التعليم. امريكا بعظمتها بتواجه مشكلة في التعليم لان احنا في عصر مختلف بالمرة عن 20-30 سنة فاتوا. ثانيا، مفيش حاجة ابدا اسمها ان كل الفصول سواسية وكل ده، ولا البلاد اللي تقدمت علميا وتكنولوجيا بتعرف ازاي ترعى المواهب الاساسية في التعليم الاساسي. ثالثا، او النقطة يعني من اللي لها علاقة بالتعليم، انا ما اعتقدش ان حل مشكلة التعليم في اي بلد ان هو بس انشاء مدارس خاصة وجامعات خاصة. دي عايزة نظرة كاملة، لان ده هيحدد طبيعة الاجيال اللي هتطلع وهتقود البلاد في حاجات كثيرة جدا، سواء كان البعد الثقافي او بعد الانتماء او حتى البعد التعليمي الحقيقي للحاجات اللي طلع من المدارس والجامعات الخاصة. ده مش معناه انهم وحشين، بس معناه لازم يكون في انضباط في رؤية للبلد ككل. الحاجة التانية، التعليم الاسري اللي انا تعلمت، يعني من النقطة التانية اللي انا عايز اكلمها. انا والدتي غير والدة معظم الشباب اللي هو النهاردة. انا والدتي سخرت كل حياتها عشان تعليمي، فبتستناني في البيت، تصحى الفجر تصلي وبعدين تديني كوباية الحليب وبتعمل ده وبتخلي ده، زي كانت اي ام في هذا الوقت. النهاردة السيدات بيعملوا واللي ما فيش وقت والحضانات صعبة والمواصلات صعبة، ففي ترانسفورميشن، في تغير في المجتمع ككل. وانا هتعرض لده لما اتكلم على امريكا شوية في الموضوع. في مشكلة خطيرة جدا في كل أسرة، وأنا متأكد من ده لأني بتابع مصر، اللي هو الغزو. أنا بسميه غزو إلكتروني، غزو إلكتروني. يعني أنا متأكد أن أسر كتيرة جدا في مصر دلوقتي أهم حاجة تقدر تعملها للولد أو البنت أنها تشتري مش عارف نينتندو والبتاع وما الآيباد والحاجات دي كلها، لأن في ثورة كبيرة جدا جاية من العالم الخارجي وكلها صارت إلكترونيات. بس في وقت قد إيه عند الطفل أو عند الطالب إن يقدر يذاكر ويقدر يشغل مخه ويقدر يتفاعل مع الناس ويقدر عنده ثقافات مختلفة غير بس الجيم بويز والحاجات دي؟ فالغزو الإلكتروني ده مش سهل، ومعضلة في أمريكا. يعني مش بالسهل، يعني أنا حتى في البيت عندي في أمريكا دي واحدة من الحاجات الأساسية اللي بتاخد وقت كبير جدا، ان احنا لازم نحدد عدد الساعات وايه اللي يتشاف وايه اللي ما يتشافش فمش سهل الموضوع ده. لكن اللي عايز اقوله ان اصبحت تركيبة الاسرة جزء من تركيبة التعليم. ما بيش حاجة بس اسمها الامتحانات وخلاص، لابد ننظر بنظرة كاملة المجتمع، التغير المجتمع اللي حصل ده.
الحاجة التالتة اللي تعلمتها من الرحلة البسيطة دي الإبداع الفكري، الإبداع الفكري. وبعتقد ما فيش محال لأي مجتمع، وأنا شفتها أنا بلف حوالين العالم، ألا إذا كان في توفير المناخ للإبداع، لابد من توفير المناخ المناسب للإبداع، تشجيع الموهوبين، تقليل البيروقراطية. يعني البيروقراطية لازم تكون موجودة، ما مش كل واحد عايز حاجة هياخدها، ومش كل واحد من غير فهم، لا، بس مستحيل ان البيروقراطية الجامدة اللي هي ملاش أسس ديت بتكون يعني زي ما يسموها باريرز او حواجز للإبداع الفكري. ويمكن اهم حاجتين مهمين بالنسبة للإبداع، عدم الخوف، عدم الخوف السياسي او الثقافي بأي معنى، لان لو الانسان خايف لا يمكن يبدع، لا يمكن يبدع. واخيرا في النقطة دي اللي هي الحياة الكريمة، ما تقدرش تبدع ابدا وانت ما انتش لاقي تاكل يعني، او مش عارف تعيش الاسرة بتاعتك، فعلى الاقل يبقى في حياة كريمة بحيث ان الانسان يقدر يبدع. و من الحاجات برضو اللي تعلمتها ان مفيش بلد بتقدر، او انسان، انا اتكلم على الوضع الانساني، حتى في حالتي انا كنت بحلم كان نفسي ان انا اعمل ابحاث احسن بكتير من اللي انا كنت بعملها، كان نفسي اشوف العالم الخارجي ده بيتفاعل ازاي، بيعملوا ايه في الابحاث اللي انا بسمع عنها في الكتب. ما كانش عندنا لا انترنت ولا غيره، لكن كنا بنسمع على حاجات علماء في كامبريدج واكسفورد وامريكا ازاي، فكلنا كنا بنحلم. وانا بعتقد هي نفس العملية بالنسبة للشعوب، الشعوب لابد انها اذا ما حلمتش وعملت مشروع انها تلتف حواليه، ما اعتقدش ان هيحصل حاجة لها القوة المؤثرة عالميا. بص الامريكا وهي بتحلم، يعني انا لما رحت امريكا كان أرمسترونج نزل على القمر بقاله بس أسبوعين، ده حلم. كينيدي قال هنروح القمر وفعلا راح القمر، ده حلم. فالحلم الإنساني أو حلم الأمة ككل مهم جدا. أخيرا في النقطة دي اللي أنا تعلمتها، المشاركة العالمية، وأنا هديكم مثال في الآخر شوية على هذا الموضوع. لا يمكن أبدا أن احنا نقول في علم مصري وفي علم أمريكي، أو في علم اشتراكي وفي علم رأسمالي، الحاجات دي لا توجد. في علم يعني في علم، لو حنخرج طالب النهاردة من جامعة الأسكندرية، هذا الطالب لابد أن يقدر يقف قدام الكوري أو الصيني أو الأمريكي، وبالتالي المنظومة التعليمية في القرن 21 اللي احنا بنتكلم عنها منظومة متكاملة، لابد من الأخذ في الاعتبار العالمية، وما نقدرش نقفل الأبواب، مستحيل. اللي عنده ثقة في نفسه بيقدر يتعامل مع أي شعب في العالم، أو أي ديانة، أو أي سياسة، أو الأخ. لكن العالمية مهمة جدا، لأن زي ما هتشوفوا لها عامل ثقافي، لها عامل اقتصادي، لها عامل سياسي، كل ده موجود. طب الشعوب ده على البعد الإنساني، قلت بس عشان الشباب يشوف ازاي انا بفكر في الرحلة بتاعتي على الاقل. طب الشعوب ورحلة المستقبل بتعملها ازاي؟ انا بدل ما حديكم قصص ايديولوجية، قررت ان انا اقول لكم على تجربتين لي علاقة بيهم شوي. تجربة من العالم المتقدم اللي هي امريكا، وتجربة من العالم النامي اللي هي بعض دول اسيا. في امريكا اللي هي developed country، الرئيس أوباما أهم حاجة بتشغله في هذا الوقت، انتم يمكن تفكروا موضوع الشرق الأوسط أو ده، أهم حاجة بتشغله دلوقتي هو مستقبل أمريكا في القرن 21. التغيرات اللي حصلت في العالم حاليا تغيرات سريعة جدا وأساسية جدا، وأمريكا بتاعت 20-30 سنة فاتت ما تقدرش إن هي دلوقتي تكون هي نفسها أمريكا بتاعت 20-30 سنة من دلوقتي. ففي مستشارين لأوباما لازم يشوفوا ويقولوا له إن إزاي تقدر أمريكا
تبقى هي فعلا القوة لحد الوقت مسيطرة على العالم، وازاي تقدر انها تحافظ على مكانتها العالمية سواء كان اقتصادية او حتى عسكرية او سياسية. وفي موضوعات أساسية هقول لكم بس جزء صغير منها، التعليم والابتكار، education and innovation. innovation دي كلمة دلوقتي أصبحت مهمة جدا جدا بالنسبة للسياسة الأمريكية. ليه؟ في قوة تحدي كبيرة جدا، في الصين طلعة عملاقة، في كوريا الجنوبية طلعة، في الهند لسه عاملة سبمارين نووية وبتطلع للفضاء، في قوة طلعة جديدة. مش معنى ان امريكا لازم بتنخفض، لا، في قوة تانية طلعة وطلعة بقوة كبيرة جدا. فاذا ما كانتش امريكا هتحافظ على عامل الابتكار ده والتعليم الجيد في مشكلة. واحب يمكن عندنا فرصة في المناقشات نقول يعني ايه تعليم جيد في القرن 21 اللي هنتكلم عنه ده. اثنين، الصحة وطب المستقبل. النهاردة الصحة والمستشفيات والطريقة الكلاسيكية اللي احنا كلنا عارفينها ده يمكن في 25 سنة ده يتلاشى ويبقى كله عبارة عن شيب كده وجينز وستيم سيلز وستيم سيلز وكل. انا عاجبني قوي بيصور والموبايل بيشتغل، انا مبسوط قوي، تكنولوجيا عالية جدا على فكرة. فعندك ده دي مشكلة ازاي، وهيبقى طب بيسموه يعني personal medicine، تبقى انت قاعد في البيت وتتعامل مع الدكتور بالكمبيوتر وبتبعت له الديتا بتاعت الجينز طيب النهاردة من اهم الحاجات اللي عايزين يعملوها في الموضوع اللي احنا بنناقشه في واشنطن ده، انه ازاي ان انت دلوقتي transform الميديكال exams كلها to be paperless. ما فيش اوراق خلاص، لما تخش الدكتور وتقعد تملى ثلاث صفحات وبتاع بيقول لك خمس عشر دقايق ده ملوش وقت دلوقتي، احنا لازم ان احنا كل ده يتعامل من البيت قبل ما تروح للطبيب، لان الطبيب ما عندوش وقت، وفي نفس الوقت كمان مش عايزين نضيع الفلوس من ناحيه الاقتصاد. في الامن القومي، مشكله خطيره في الامن القومي، هل الحروب القادمه هي تقليديه ولا هتكون عن طريق الفضاء؟ الشعوب النايمه هتفكر انها تبني دبابات اكتر، يمكن واحد تاني يحاول يعملها من ساتلايتس فوق، او يبقى عندك مستعمره فوق في الاوتر سبيس. فالامن القومي ده معناه ايه وحدوده ايه؟ ده مش معناه ان الحاجات التقليديه هتروح، بس في حاجات تانيه لما يكون عندك القوه الدفاعيه الكامله يبقى ده معناه لازم تغير الاستراتيجي بتاعتك. في الطاقة والمناخ، النهاردة أمريكا عندها مشكلة كبيرة جدا في موضوع الطاقة والعالم الغربي ككل، وبيحاولوا بقدر الإمكان أنهم يدوروا على alternative energies. محطوط تقريبا يعني هيتحط حوالي 40 مليار لأبحاث في الطاقة اللي هي الجديدة اللي تقدر في يوم من الأيام تستغنى بالمرة عن البترول والغاز. الاقتصاد والعولمة، النهاردة كانت أمريكا متربعة على العرش الاقتصاد العالمي، الدولار كان هو نمرة واحد في العالم، دلوقتي بدأ في يورو وبدأت تبقى عوامل أخرى داخلة فيها، الصين عندها فلوس أمريكا عليها فلوس كتير جدا للصين. طيب إزاي تتعامل مع الاقتصاد العالمي وكل دي؟ دي حاجات لا في رئيس دولة ولا في عالم ولا في مفكر في الدنيا عنده الحلول للموضوعات اللي انا بكلمكم فيها دي، مفيش حد، ولا ما يبقاش انسان. لكن اللي موجود انك لما يكون عندك قوة فكرية مهمة في البلد بتشوف الحاجات الاساسية دي ممكن تبلور اسئلة مهمة، وممكن تلاقي على الاقل بعض الحلول الاساسية. ناخد مثلا بعض دول اسيا اللي انا قلت عليها ديت اللي هي بتحاول تعمل الرحله ديت، وعلى سبيل المثال الصين انا زرتها، والهند برضه، وساوث كوريا. الحقيقه اللي حصل في البلاد ديت
ملوش دراسة علمية، الواحد مش قادر يفهمه. يعني أنا مثلا لما روحت الصين، لما روحت الهند، وكنت بدي حاجة هناك اسمها محاضرة غاندي، فوانا بدي المحاضرة استرعى نظرة تناقضات غريبة جدا. قعدت بس 3-4 أيام، شفت تناقضات غريبة جدا في بلد انت تقول مش ممكن انها تتقدم، انها تطلع الى الفضاء وتعمل غواصات نووية وتعمل وتعمل وتعمل، في تقدم علمي رهيب. شفت انا بعناية السوفت وير والالكترونيكس ومش عارف ايه، وفي فقر رهيب. انت تطلع في بنجلور بس من القلاع بتاعت السوفت وير دي تتحرك شوية كده حوالي كيلو ولا اتنين تلاقي فقر، والعلب تلعب في مية مش عارف ايه. وكان يومين دايكاتومي غريبة جدا، تقدم علمي وفقر. في حرية فرد في الهند، هي أعلى ديمقراطية في العالم لأن العدد بتاعهم ما يقرب من مليار. في حرية فرد وفي تدين رهيب في الهند، مش عارف بيقولوا بيقال يمكن أكثر من 200 ريليجن أو غيره في الهند. ازاي ده؟ ما احنا كل شويه نقول ده ما يمشيش مع ده و و و الاخر. في تقدم تكنولوجي باهر، نووي، فضائي، الكتروني، كمبيوتري، كل ده. وفي حياه بدائيه جدا، الميه في الهند ما تقدرش تشرب، يجي لك اسهال لو شربتها. طيب ازاي ده؟ فكان التفكير، وبالذات انا تعلمت ده من الدكتور عبد الكلام رئيسه، انه كان في تفكير هناك، في رؤيه انك ما تقدرش تعمل كل حاجه، وبالتالي ركزوا على مراكز مضيئه في مشروع قومي التف حواليه الشعب كله. وبدات الهند بالعوامل اللي ساعدت على نجاحها ده، وساعتها طبعا عوامل اخرى سواء كانت اللغات او التعليم الجيد في حاجات زي الاي اي تي والإنديان إنستيتيوت أوف ساينس، حاجات يعني هم الحقيقة عملوا شغل فيهم بقالهم يمكن 20 سنة دلوقتي أو أكثر. الصين وثورة التعليم اللي عملها النهاردة، المدارس العلمية في أمريكا، لو الصين تسحب أبنائها من أمريكا هيبقى في مشكلة خطيرة جدا في أمريكا. أما تبص على جروب زي اللي أنا بشتغل معاها دلوقتي في السنتر بتاعي، المركز بتاعي ده، تبص تلاقي يمكن عندي 60% من الأعضاء البحث من الصين. فده معناه إيه؟ بيعلموا تعليم جيد جدا بحيث إنهم بيقدروا يغزوا دلوقتي القاعدة العلمية الأمريكية. كوريا الجنوبية ومعجزة الاقتصاد، كوريا تقريبا زينا 70 مليون، وكانت يعني من الدول النامية وولخ. النهاردة مش عارف اقتصادها نمرة 7 ولا نمرة 8 في الخريطة العالمية، يعني في مش عارف النمرة بالضبط، بس يعني في الطب 10 أو حاجة زي كده. تقدم مذهل. كايست اللي هو كوريان انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي، أنا عندي 2 طلبة أساتذة دلوقتي هناك بيعملوا أبحاث بالضبط هي نفسها على نفس الليفل اللي بيتعمل في أمريكا. وبالتالي كوريا الجنوبية تقدمت في الموبايلز وتقدمت في السيارات وتقدمت في الموضوع اللي هو بتاع الروبوتكس ديت، يبقى يعتبر دلوقتي من أهم بلاد العالم في هندسة الروبوتكس. طيب رحلة أنا بحب أخلص في وقتي، يعني رحلة المستقبل بالنسبة لمصر بلدنا الحبيري. أنا أعلم جيدا بصراحة مشاكل مصر، وأنا متابع مصر كل يوم، أعلم جيدا إيه اللي بيحصل في مصر حتى بالتمثيليات والمسرحيات وبتاع، بشوف حاجات كثيرة جدا. وفي كتير الحقيقة اللي بشوفه من أول ما أوصل من الطيارة لحد ما أسيب وركب الطيارة والناس بتشتكي، وفي كثير من الناس فقدين الأمل. ولكني أنا بعتقد أن فقد الأمل بالنسبة لمصر كارثة، كارثة. لأن بكل أمانة وبكل صراحة، إذا فقدنا الأمل في هذا البلد العظيم ما اعتقدش ان احنا نقدر لا نتطور ولا نتقدم ولا نقدر نعمل حاجة. احنا ممكن نطلع ومهما الشعوب
بيحصل لها من مشاكل وبينزل وضعها. وانا يعني believe me انا عارف، يعني انا مش خواجه عايش في كاليفورنيا، انا عارف. ولكن مهما الشعوب بيحصل لها، اذا ما كناش هنبص للموضوع بروح الامل ونعافر ونعمل المستحيل، واعتقد مصر تستاهل مننا اكتر من كده، ان احنا بس نقول ان دي بلد يعلم بها ربنا وما فيش فايدة فيها خالص بالمرة. وحديكم مثال بسيط كده لمصر. انا قارئ لبعض الحاجات في التاريخ والادب وحاجات زي كده. لما جال الحكم العثماني التركي تقريبا خلينا نقول بس 1500، كانت اوروبا اللي هي كانت في عصر الظلمات في حوالي 1000 ولا اراوند، واخد كل العلم بتاعها والترجمات اللي حصلت واخ من الحضارة الإسلامية اللي كانت موجودة بالذات في الأندلس، من ابن رشد في الوقت ده كان عندنا من أكبر العلماء العظماء اللي أنا معجب بيه جدا اللي هو الحسن بن الهيثم، أول عالم يتكلم على الأوبتكس والبصريات واخ كان الحسن بن الهيثم. المهم كل الثروة العظيمة الإسلامية العربية دي كانت هي مفتاح التنوير في أوروبا في هذا الوقت. أوروبا استفادت من ده وبدأت تبني قلاع العلم ممثلة في الأكسفورد وكامبريدج وبولونيا وكل الجامعات العظيمة دي بتاعت أوروبا، والدولة العثمانية بتقفل الباب وفاهمة في نفسها إن هي أحسن إمباير في العالم كله وإنها مش محتاجة بقية العالم. وده كانت بداية مشاكل الدولة العثمانية. هما بيعملوا كده مع أوروبا، وبعدين لما يجوا بقى في تعاملهم مع بلد زي مصر كان حكم رديء جدا. مصر عاشت 300 سنة تقريبا من الحكم العثماني التركي أو عن طريقه، فيه الجمود وفيه السطوة وغيره، لدرجة أن الشيخ محمد عبده عنده مقولة بتقول الجمود هو الذي قضى على الدولة الإسلامية لأنه قيد العقل. خلاص بقى مشلول مش عارفين نتحرك. مصر بقى عانت من إيه؟ منهم، من العملية دي. وعلى فكرة ده اللي قاله الجبرتي في كتابه. مصر عانت من الحكم الظالم والفساد وحالة الفقر والجهل والمرض اللي انتشرت في البلاد، وهو ده اللي أضعف مصر في هذا الوقت، لدرجة ان حملة نابليون بونابارت على مصر هي كانت في هذا الوقت تقريبا من 200 سنة او أبعد. طب امال ازاي اتغيرنا بقى؟ طب احنا كنا واقعين، وقع يعلم بها ربنا، يعني ما عندناش حاجة خالص واللي حكمنا أتراك ومشكلة كبيرة. اتعمل كل ده بنهضة ثقافية وسياسية ودينية، ثقافية وسياسية ودينية. النهضة دي زي ما انتوا عارفين اللي قادها محمد علي باشا، محمد علي باشا اللي كان قائد النهضة. ولكن اللي بيتنسى في بعض الحالات، ما احنا متقدمين في التكنولوجيا، بس اللي احنا بننساه في بعض الحالات، مش محمد علي اللي خد كده شازية وراح قايتها وتغيرنا، لا، كان في كان في لو سمحت والله بس ما فيش داعي للموبايل. فمش بس محمد علي اللي هي قاد المسيرة دي بفكره، على فكرة كان أمي يعني لحد معلم نفسه لكن لحد سنة 40 حتى، لكن مش الفكر بس والرؤية اللي كانت عنده، ولكن كان في مصر رواد للفكر والثقافة والدين
اللي ساعد فعلا مصر انها تنهض وتصبح قوة عظمى في هذا الوقت في منطقة الشرق الاوسط. محمد علي كان عنده رؤية: بناء المدارس الحديثة، ارسال البعثات للخارج، بناء قوة زراعية جديدة اللي طلع منها القطن طويل التيلة ده اللي غزا العالم كله، بناء قوة تكنيكية لدرجة ان البعد بتاعها العسكري زي ما انتوا عارفين راح من سوريا الى كل البلاد المنطقة كلها وفي فترة قصيرة. لكن بص على الاسماء، انا بس اخترت 1 2 3 4 اربع اسماء في هذه الفترة اللي هم كانوا اساس للتنوير الثقافي والسياسي والفكري والديني. رفاعة الطهطاوي رائد الفكر الجديد في التعليم والثقافة في هذا الوقت، هو اللي فعلا كان ليه دور مهم جدا على الحاكم انه يغير في سياسة التعليم والثقافة. الشيخ محمد عبده رائد في الاستنارة الدينية والوحدة الوطنية، ما تقرأ كتبه حاجة مذهلة. قاسم أمين رائد في الدعوة لحقوق المرأة وتفعيل المجتمع، في رأيه ما تقدرش أبدا أنك أنت تنايم 50% من التعداد بتاع الدولة، لابد من حقوق المرأة والمشاركة في المجتمع. طه حسين رائد في حرية الفكر والتعليم للجميع، عايز يفهم الفكر الإغريقي ويقارن بينه وبين الفكر العربي والإسلامي واللغة العربية والقيم. هؤلاء جميعا في رأيي أرسوا أساس النهضة المصرية في آخر 200 سنة السياسية والثقافية والدينية، وهذا بعتقد ما نحتاجه لصناعة المستقبل في القرن 21. الكلام كتير جدا، أنا بقول لكم بكل أمانة كلام كتير جدا ومشتت جدا، ولكن يجيء هنا مهم جدا دور المثقفين المصريين الأمناء في تذكير نفسهم بدور الطهطاوي، محمد عبده، قاسم أمين، وطه حسين. طب بس خليني أرجوك احترم النظام اللي موضوع واكتب اللي انت عايز تكتبه على ورق. فأنا بعتقد ان هم دولة الحقيقة نحتاج لنهضة جديدة ثقافية، ان احنا اللي نخش نتحد مع بعض كلنا لرفع شأن مصر. طب ليه انا عندي الامل؟ في بعض الزملاء اصدقائي ساعات يفكروا ان انا شوية ساذج، مانيش راجل كده في العلم يمكن ما عندوش فكرة. لا، مش ناحية ان انا ما عنديش فكرة، لا انا متابع وعارف ايه اللي بيحصل في مصر والعالم، لكن انا عندي عقيدة مهمة جدا. انا بعتقد لما تبص للتاريخ من يوم الحضارة حتى الفرعونية وتبص على التاريخ ككل سواء كان الغربي او بتاعنا هنا، هتلاقي ان الفلوس بتيجي وبتروح، الموارد بتيجي وبتروح، بترول عنده وبعد 100 سنة يمكن ما عندوش بترول يرجع تاني اللي كان عليه. ممكن جدا في فترة من الفترات تتغنى لان اتفتحت سياحة ولا اتعملت مش عارف ايه وبعد كده تقع تاني، بس هو في حاجة مهمة جدا ما بتروحش وهو العامل البشري. العامل البشري، وانا في اعتقادي ان مصر بكل مشاكلها وكل اللي فيها الا ان الثروة البشرية في مصر ما زالت غنية موجودة. ولو رحت في اي مكان وانا في جميع انحاء العالم بقابل مصريين وفي داخل مصر وفي خارج مصر، واعلم ان في ناس ممتازة فكريا وعلميا وسياسيا، ويعني حتى على مستوى الوزراء في ناس كويسين جدا وغيره. أنا بعتقد أن الثروة البشرية في مصر غنية وإحنا ما فيش ينقصنا حاجة. الفلوس على فكرة زي الرز في مصر،
حدش يقنعني ابدا ان دي بلد فقيره ابدا ابدا ابدا. انا عارف كويس قوي العربيات الحلوه والحاجات الجميله والفيلات والساحل الشمالي، كل ده انا عارفه يعني مش بعيد عني. فمصر غنيه، بس اهم غنى عندها هي الثروه البشريه. واعتقد ان هيجي الوقت لما يكون عندنا القدوه والوطنيه صحيح اللي كلها تلتف حوالين الامل لرفع شان مصر، انا بعتقد انه هتحصل الرينيسانس او النهضه. وكما قال الشاعر الكبير، انا مش شاعر ولا غيره بس بحب اقرا في الحاجات دي، يعني حافظ ابراهيم في قصته البليغه مصر تتحدث عن نفسها، انا هنا مصر تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائض عقدي. مصر لابد أن تصبح تاج الشرق مرة تانية. متى؟ في تقديري أنا المتواضع أقرب من كل التوقعات اللي بسمعها في مصر. وفقنا الله لخدمة مصر جميعا. وشكرا. استنى بس دلوقتي يا جماعة، نبي احترم النظام عشان نقدر نغطي جزء كبير من الطلبات الموجودة من عند الجمهور. بس ببدأ بداية واعتذر لعدد من الحاضرين ان طبعا في استحالة ان هنقدر نغطي كم الاسئلة اللي طرحت على الاستاذ دكتور احمد زويل النهاردة. انما الحقيقة ان حاولنا نجمع دكتور احمد في اسئلة متكررة كثيرا، فجمعناها قدر الامكان في مجموعات. ويمكن اكتر سؤال اتكرر جه من سناء شرف الدين، ناظر المدرسة إعدادي، عاطف شلقاني مذيع التلفزيون، إلى بولا فرج طالب في الهندسة، إلى ناهد زكي أستاذة في التربية، دكتور حاتم باحث في الأكاديمية، كلهم حول نفس السؤال. طب أنت رسمت معالم النظام التعليمي المطلوب وشكرت في النظام التعليمي اللي كان موجود زمان، وأشرت إلى أن زمان ما كانش نسمع عن حاجة اسمها سرقة علمية أو غيرها، فكيف ترى ان احنا ننتقل من الحتة اللي احنا فيها دلوقتي بالمشاكل اللي موجودة اللي بتجابه بعض الزملاء من الكبار المسؤولين الى اصلاح هذا التعليم للعودة به ان يكون مثيلا لأقرانه في احسن الدول؟ يعني هو طبعا سؤال خطير، بس انا كنت بقول لكم ان يعني مثلا امريكا بكل عظمتها ديت دلوقتي الايتم نمره واحد للمناقشه في البيت الابيض هو الموضوع التعليم في امريكا. بس طبعا مشكله مختلفه. المشكله اللي هم بينظروا لها دلوقتي انه بثوره الكمبيوتر اللي حاصله ديت في العالم التعليم هيتغير، دور المدرس نفسه هيتغير. بس انا لو ارجع لمصر، وعلى فكره هيبقى في حاجات جديده جدا، يعني انا بعتقد انه واحده من الصعاب بالنسبه لموضوع امريكا ده انه ازاي الطالب النهارده هيتعلم في وجود الويكيبيديا وماي سبيس
وكل الانجنز اللي موجودة ده هيتعلم ازاي الطالب ده، هل هو هيخش على الانجنز دي وتفاعل لوحده؟ يعني انا شخصيا دلوقتي معظم المعلومات كنت زمان I enjoy ان انا افتح كده الانسايكلوبيديا والكتاب وبتاع، دلوقتي كليك مش كده ولا ايه؟ كلنا بنعمل كده. طيب في جو المناخ ده، يعني انا ابني مثلا لما نبيل لما بيقعد عايز يعمل تشيكينج على السبيلنج بيخش على وورد وتشيكس سبيلنج، انا ما بحبش كده، بقول له طب حاول انت وتشوف الديكشنري بتاعي، يقول لي دادي ذس از من ايام قدماء المصريين، خلاص انتهى الموضوع. فدي يعني مشكله ثانيه بالنسبه للعلم. انا بعتقد ان بالنسبه لمصر الحقيقه عايز اقول لكم على تجربه تشبه للاجابه على السؤال ده. انا كنت بشتغل مع واحد اللي هو على في بسموه كونسل، يعني اللي هو عمل تخطيط للتعليم في فنلندا. فنلندا دلوقتي بتطلع احسن طلبه على مستوى العالم لما بياخدوا امتحان الرياضيات، يعني امريكا نمره 17 وفنلندا نمره 1. فكان نفسي اتعلم التجربه ديت منهم مثلا، فلقيت ان التجربه الحقيقه انها تطلبت تغيير جذري بالنسبه لفنلندا. طبعا فنلندا ما عندهاش 70 مليون ودي عايزه تتوضب بالطريقه دي، بس على فكره انا مش معتقد ان مش مقتنع ان الاعداد مشكله، لان الصين عندها بليون وحل المشكله بتاعه التعليم. انا بعتقد ان موضوع المدارس نفسها وطريقه التلقين اللي موجوده في التعليم الحالي مش ممكن تكون ابدا هي دي الطريقه بالنسبه للعصر اللي احنا عايشين فيه. واللي عملوه هم هناك الفينيش دول قدروا انهم يرفعوا من دور المدرس، بس انا عارف طبعا هنا في زيادات للمرتبات وبتاع، ما فيش حاجه اسمها يعني زي بيقولوا ايه across the board كده 10%، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. ما يبقى عندك عدد كبير قوي وتضربه في 10% بيطلع بلايين، بس ما بيعملش حاجه. فاللي هم عملوا عمليه انتقاء كانت واضحه جدا، لدرجه ان الاول مره انا بعتقد في التاريخ انهم يبعتوا مدرسين سباتيكال. يعني السباتيكال دي كانت محجوزه للناس، الاجازات اللي هي بمرتب دي كانت محجوزه لاساتذه الجامعات فقط في العالم الغربي. النهارده عملوها للمدرسين الممتازين في بلد زي فنلندا. فما بترفع شان المدرس الموهوب، هذا المدرس بيصبح بنفسه سنتر اوف اكسلنس، المدرسه بتريكوجنايز، وهكذا. نفس العمليه انا بعتقد في الجامعات. انا بعتقد مستحيل، وانا معانا السيد الوزير يعني هو يعرف احسن مني، مستحيل ان النهارده جامعه فيها 125 الف طالب وتقدر تقدم تعليم ممتاز لكل طالب في هذه الجامعه. ده اوت اوف ذا كويشن، مستحيله. وبالتالي احنا محتاجين للتركيز على مراكز مضيئه ومراكز نموذجيه وتشاع. يعني هديكم مثال في امريكا، مش كل جامعه اسمها كالتاك في امريكا، ومش كل زي ما كتير منكم عارفين بما فيهم الدكتور اسماعيل، مش في جامعات خاصه، بس على فكره جامعات خاصه مش زي بتاعتنا، يعني دي جامعات غير قابله للربح بالمره، سواء كانت هارفارد ولا كالتاك ولا ام اي تي، دول ما بيعملوش ربح. ففي جامعات خاصه بياخدوا الطلبه اللي هم موهوبين في حاجات معينه. في حاجه اسمها ستيت يونيفرستي، الستيت يونيفرستي ديت اللي هي بتاخد اعداد اكبر بس بتدفع اقل، فده شريحه ثانيه من الطلبه. وفي ستيت كوليدج اللي هي زي مثلا في كاليفورنيا وفي نيويورك، وديت برضه بتاخد شريحه ثالثه من الطلبه. وبعدين في كوميونتي كوليدج، والكوميونتي كوليدج ديت برضه بتاخد شريحه مختلفه بالمره. فاكت بريزيدنت اوباما عايز يرفع من شأن الكوميونتي كوليدج دلوقتي، لان هم دول الناس اللي جايين من جنوب امريكا وجايين من الصين وجايين من حته زي ديت وما يعرفوش انجليزي وما يعرفوش ماثماتكس واولخ. فانا قصدي كلامي ما فيش، انا مش لاقي لها كلمه بصراحه، اليونيفورمتي ديت، ما فيش ان كل حاجه سواسيه وكل حاجه نفس العمليه، ما بتنفعش. وباعداد كبيره ما تصلحش بالطريقه دي. ولو تزور اي بلد من البلاد اللي عمل التاثير في التعليم والبحث العلمي
بتلاقي التقسيم اللي أنا بقول يعني بطرق مختلفة. روح فرنسا اللي هي سوشياليست، والدكتور هاني عاش في فرنسا عارف يعني فعلا مش رأس مالية فرنسا أبدا، ولكن عندهم مراكز التميز، الكوليج دو فرانس، إيكول نورمال سوبيريير، إيكول بوليتكنيك، دول بالنسبة لهم دولت قلاع للعلم والتعليم. بس في أماكن أخرى تقدر تاخد ناس وبطريقة مختلفة. فمشكلة التعليم في مصر الحقيقة مشكلة خطيرة، وأنا لا أدعي إن أنا وأنا قاعد هنا إن أنا حلها، بس أنا بقول لابد من نظرة لها بمنظومة جديدة متكاملة. وعايز أقول والسادة المسؤولين موجودين يعني يمكن المعنى شوية ركيك عربية باللغة العربية، الترقيع فيها مش هجيب فايدة، مش هجيب فايدة. دكتور أحمد زويل، مجموعة كبيرة من الأسئلة من بدءا بالطلاب زي طارق هاني طالب بكلية الهندسة إلى الأستاذ أيمن نور السياسي المشهور، بيسألوا ماذا ترى هو دور الإسهام الذي يمكن أن يقوم به دكتور أحمد زويل في مصر مستقبلا؟ ما هو دور أحمد زويل في مصر مستقبلا؟ هذا هو السؤال الموجود. وفي مجموعة أخرى من الأسئلة مرتبطة به، لماذا ترى أن هناك عوائق معينة في تنفيذ مشروعات علمية كبيرة في مصر؟ مجموعة كده ومجموعة كده مرتبطين مع بعض. تفضل. والله يعني إيه اللي هعمله في المستقبل؟ هو الحقيقة أنا بقالي يعني الكلمة المضبوطة بكافح بقالي يمكن أكثر من 12 سنة أنه بحاول، أنه أنا مقتنع اقتناع كامل أن مصر قادرة على عمل النقلة الحضرية في العصر الحديث. بس أنا كمان مقتنع وقلتها للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء، إن أنا مقتنع 100% إن مش هتحصل نقلة مصر إلا إذا ارتفع شأن العلم والتكنولوجيا في مصر. وأنا بقول لك أهوت حتى سياسيا مش هتقدر مصر تحل المشاكل اللي موجودة محوطاها من كل حتة إلا إذا ترفع شأننا علميا وتكنولوجيا. والأمثلة واضحة، أمثلة واضحة. يعني اليابان طلعت مكسرة خالص من الحرب العالمية الثانية، سكت على نفسها واشتغلت، ولما اشتغلت وكونت المراكز المضيئة وعملت وعملت وعملت، النهاردة اليابان قوة لا يستهان بها بالقوة العلمية التكنولوجية. السبب ان احنا بنعرف على جنوب كوريا قوتها العلمية. فأنا اللي كان نفسي أعمله واللي نفسي بحاول لسه أعمله إنه مصر تخش دور نهضة بفكر جديد وبأسلوب جديد لأنها تستاهل ده عن طريق فتح باب العلم والتكنولوجيا. وهساعد وهحافر وكل المستحيل لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه. مجموعة أخرى من الأسئلة تيجي في مقابل هذا الرد. المجموعة دي جاية من برضو يعني طيف كبير من الناس، مستر أحمد غنام مدرس إنجليزي إلى طالبة بالأداب سراء محمود، بتسأل على العلم والإيمان وال عدد الكبير جدا من الناس اللي بتلجأ إلى فتاوي رجال الدين في كل شيء ولا يتصوروا إن المنهج العلمي هو الأساس للوصول إلى حلول شيء. تعليقك على هذا بالنسبة لهذه القضية؟ أقول لكم بكل صراحة، أنا قلت لكم في السيرة الذاتية بتاعتي أنا تربيت في أسرة متدينة، والدتي بتصلي الفجر كل يوم، أنا نفسي كنت بروح سيد إبراهيم الدسوقي مع صحابي أذاكر فيه، فأنا أعلم جيدا ما هو دور المسلم في المجتمع، وأعلم جيدا ما هو المسلم الكويس والمسلم اللي مش كويس. اللي أنا بشوفه في مصر الأيام دي
ده جمود وتحجر وعدم رؤية. وعدم رؤية واضحة في حرية الإبداع، لأنه لما بنتكلم على الدين الصح وبنتكلم على العلم، أنا لا أرى بأي حال من الأحوال كعالم، أنا كل ما أبحر كل ما اكتشف أنا قد إيه ما أعرفش، كل ما حاول أنا أخش في حاجات كتيرة جدا وأنا ممكن أكلمكم فيها ساعة بحالها مش فاهمينها إحنا لحد دلوقتي، كل ما بنتبحر في هذا كل ما بنلاقي ان احنا مش عارفين. فمفيش مفيش كونفليكت بين العلم والدين. الدين مهم جدا ان احنا نعرف حاجات عن نفسنا لا يمكن العلم انه يقدر يشرحها، ولو حد يدعي انه هيشرحها بعد 10,000 سنة من دلوقتي انا مش هكون موجود فما اقدرش اجاوب على السؤال. لكن في الوضع اللي احنا فيه ده دين بيدي سلام للناس، وانا اعرف حاجات شخصيه كتيره جدا عن الدور المهم جدا للدين. العلم طريقته هو البحث عن الحقيقه، معامل اوبزرف في الفضاء، كل دي حاجات تجارب، ولازم في التجارب ديت انت بتسال اسئله وما انتش عارف الاجابات. لكن لما يكون عندنا جمود ومش عايزين نعرف عن الاكتشافات العلمية أو مش عاوزين نتطرق لحاجات مهمة جدا بالنسبة لتنوير العقول بتاعتنا زي ما قال الشيخ محمد عبده، أنا بعتقد ده مش دين بأي حال من الأحوال. هذا بجانب اللي بشوفه، وأنا متابع زي بقول لكم الفتاوي زادت جدا جدا في مصر، يعني كل واحد بيقول رأيه في حاجة في الفتاوي، ودي حاجة غريبة جدا. يعني اديكم مثال في العلم، مثلا انا ما اقدرش اطلع دلوقتي حتى وانا معايا نوبل واطلع واقول ايه دي نظريه النسبيه دي غلط، واروح كده عامل مجمع شويه ناس وعلى التلفزيون واعطي خطبه على الموضوع ده، ما اقدرش. في روابط وفي حاجات بتحكمني ازاي ان انا اقول هذا الكلام. لو انا صحيح بقتنع بهذا الكلام يبقى لازم اكتب ورقه علميه، وبعدين الورقة العلمية دي تروح لمجلة محترمة، وبعدين المجلة المحترمة دي تبعتها الناس فاهمين في الموضوع ده ويقولوا رأيهم ايه، وبعد كل الدورة دي ممكن تتنشر والإنسان بقى يخش في مناقشات حول الموضوع ده. لكن ان كل واحد عنده فكر ومختلف ومضيعين وقتنا فيه، وده قال وده عاد وده مش عارف ايه، مش واصلين لحاجة. ومش موضوع الدين بس، انا هتطرق لنقطه تانية لو الدكتور اسماعيل يسمح لي. بنفس المنطق، وانا كتبت على الموضوع ده الحقيقه من قيمه شهرين في واحده من الجرايد، احنا مضيعين وقت وطاقه الشباب الجميل ده كله في الايديولوجيات كمان. ده ناصري، ده سادتي، ده لا ده لما كان في وقت ده عمل كذا وده خلى كذا. الطاقه بتاعتش يعني، أنا يهمني إن مصر تحلم، هي هتروح المريخ ولا هتروح على مش عارف فين؟ خلاص دي ناس التاريخ هيدرسها والعالم هيدرسها وإحنا أبنائنا هيقروها في كتب التاريخ، ومحدش هيقدر يحكم عليهم في المدة الزمنية القصيرة بهذه الطريقة. لازم تستنى 50 و100 سنة. فأنت كفرد اقرأ وشوف لنفسك. لكن الديالوجات الرهيبة اللي هي اللي في الإعلام المصري ومضيعين فيها الوقت بتاعنا، يعني أنا بيسترعى نظري إن مفيش اكتشاف علمي ذو أهمية اللي أنا بعتبره ذو أهمية بلاقيه منشط كبير في الصفحة الأولى في الجرائد المصرية وإحنا في القرن 21. حتى لو كانت حل الشفرة الجينية للإنسان، أو إن مركبة هبطت على المريخ لأول مرة في تاريخ البشرية، لكن أنت تقول إن فلان الفلاني قال كذا، ده منشط كبير. فأنا شايف الحقيقة بكل أمانة، وأنا يعني بكلمكم بكل واحد طالع من هذا الشعب، إنه إحنا لابد من تجمع القوة تاني بطريقة منظمة، إن إحنا نشوف مصر رايحة فين. يعني برجع تاني للسؤال، مصر رايحة فين؟
وإيه اللي نقدر نقدمه للبلد الغلبانة دي اللي عطتنا كتير وكتير وكتير. بهذه المناسبة دكتور زويل، يعني في سؤال تاني، بس انت يعني لما كلمت عن الاكتشافات العلمية الحديثة في مجموعة كبيرة من الأسئلة بتسأل على الاتجاهات في العلم الحديث. يعني في ناس بتسأل مثلا احنا بنستثمر في بتروكيماويات والدي صناعات الماضي، هل نختار النانو تكنولوجي او نركز على الصحة والطب او نركز على حاجات تانية؟ في ناس بتسأل ايه دور الكيمياء في القرن 21؟ في مجموعة كبيرة من الأسئلة حول علوم المستقبل وكيف نعد أنفسنا للتعامل مع علوم المستقبل جيب المشاكل اللي عندنا. هو طبعا حضراتكم عارفين ان اما نقول كلمة مستقبل ما فيش حد في الدنيا عارف بالضبط ايه اللي هيحصل. يعني من الحاجات الجميلة جدا في المجتمعات اللي هي بتدي المناخ والحاجات دي ان بيبقى لسه واحد بادئ جديد وعنده افكار يمكن تختلف على العلماء المرموقين، وبعدين يطلع لنا اكتشاف ما حدش كان متوقعه بالمرة. فطبعا لما نتكلم عن المستقبل لازم يعني اعمل كواليفيكيشن ان هو ما فيش حد عارف بالضبط احنا هنعمل ايه. لكن انا في تقديري عموما ان العلم الحديث يتجه الى ثلاثة دايركشنز او ثلاث اتجاهات اساسية. وانا لو شايف مصر في حاجات تتعمل تقلب العالم، تقلب العالم، يعني تخلي فعلا الصفحات الاولى للساينس والنيتشر بتشترك معانا في هذه المرة. ليه بقى؟ لان العالم دلوقتي بيتجه الى ان احنا نبص مايكروسكوبيكلي، يعني بدل ما احنا كنا بنشوف تحت مثلا الميكروسكوب اللي هو في المستشفيات ده خلية انسانية بحجم السمك الشعرة مثلا بتاعتنا او المايكرونز، العالم عايز يفصص دي ويدخل داخل الخلية ديت او داخل المادة ويوصل في المستوى الريزولفينج بتاعته الى مستوى الذرة نفسها. فمش بس انك ترى الذرة بس تتحكم في الذرة. ليه؟ لو قدرت تتحكم في الذرة بتحكم في الجين، بتحكم في المادة، تعمل مواد جديدة. النهاردة لما تقارن مثلا جدتي لما كان عندها الحلل النحاسية ديت اللي هي كانت محتاجة اتنين يشيلوها عشان تروح تتبيض ومش عارف ايه، النهاردة تقدر تشتري ماتيريال من الماركت خفيفة جدا انها ممكن تطير وعندها قوة التحمل هي نفسها بتاعت المادة النحاسية دي. في المواد الجديدة دي كلها والصناعات الجديدة اللي طلعة، صناعة الدواء الواحد في أمريكا بتكلف 1 بليون دولار. 1 بليون دولار النهاردة اتجاهات كبيرة جدا ان احنا لازم نتحكم في صناعة الدواء دي على مستوى الذرة والجزيء بحيث ان يرخص جدا، ده يرخص جدا ونقدر نتحكم في صناعات الدواء. فالتحكم الميكروسكوبي ده على مستوى الذرة والجزيء أنا بعتقد دي علوم حديثة هيشترك فيها بتاع الطبيعة، بتاع الكيمياء، بتاع الطب، بتاع الانجينيرينج، والعلوم كلها دلوقتي متشابكة مع بعضها. عشان كده أنا ما بحبش مصر إنها تخش في حاجات تقليدية. يعني لما بلد زي بلد فرنسا تعمل نانو تكنولوجي يبقى احنا مش على طول نروح بنيين سنتر في مصر ونقول هنعمل نانو تكنولوجي. احنا لازم نبص ايه اللي نقدر نطلعه من مصر ان الفرنساويين والامريكان ما يقدروش يعملوه، وفي مجالات مختلفه، بحيث ان لما تطلع للصناعات بتاعتنا اولا نمره واحد هتادي البحث علمي جديد وهتفيد المجتمع بطريقه جديده. دي كلها عايزه رؤيه واضحه. زي ما قلت مره للدكتور هاني، يكفي جدا مصر عندها الطاقه الشمسيه ديت تقريبا 20 ساعة من 24 ساعة. لو اتعمل ابحاث هنا بس تخلي الافشنسي بتاع تحويل الطاقة الشمسية ده بس يزيد باثنين مرتين او ثلاث اضعاف، اتفرج ايه اللي يحصل في العالم، ومصر تبقى هي مركز العلم في هذا الموضوع، وعندنا السيليكون مثلا اللي موجود في الصحراء و فالتفتيت على مستوى الذرة والجزيء ده مهم. الحاجة الثانية اللي هو الخروج للفضاء. أنا في اعتقادي هنشوف مستعمرات جديدة في الفضاء،
هنشوف إنسان رجع تاني للقمر ورايح للمريخ، هنشوف برضو البحث عن الحياة على كواكب أخرى، مين عارف يمكن يلاقوا زيت وغازات جديدة هناك، ويمكن يلاقوا معادن عمرنا ما سمعنا عنها. يعني في حاجات مفتوحة بالمرة، وفي شغل كبير جدا جدا في بلد زي أمريكا دلوقتي وأوروبا وبلاد أخرى على هذا الموضوع. والحاجة الثالثة والأخير اللي عايز أقولها اللي هي علوم أو علم الحياة. ما في ثورة في تاريخ الإنسان حصلت بالثورة دي اللي هي حصلة رايت دلوقتي في موضوع من الستيم سيل ريسيرش أو الخلايا الجذعية إلى الجينوم اللي هو هيتحلل على كل على مستوى كل إنسان، إلى معالجة الأمراض بطريقة بيسموها إيه؟ سيستمز بيولوجي، يعني منظومة متكاملة، زي بالضبط لما تاخد أنت المايكروتشيب دي اللي موجودة في الراديو بتاعك أو الفيديو بتاعك، هيبقى فيه تشيب كده تقدر تعمل مثلا الدور اللي بتلعب بيه الخلية مثلا، بيحلموا. في شغل كتير جدا في الحاجات دي. معالجة الأمراض زي ما قلت. فده علوم الحياة اللي هي العلم الانبتوين، وفي بقى الميكروسكوبيك، وفي الخروج للفضاء. ولما بص لجامعة كالتاك وهي بتخطط دلوقتي للخمسين سنة الجايين مثلا، بلاقي ان دي العلوم الأساسية اللي احنا تقريبا قادر ألخصها في المنظومة اللي انا بتكلم عنها. بس بما ان انا قلت كده، عايز اختم النقطة دي بان انا اقول حاجة مهمة جدا. في طريقتين انك تقدر تبني بها علم حديث. طريقة انك تبني مبنى وتشتري اجهزة وبعدين تقول نانو مش عارف ايه او تديها اسم، وبعدين تجيب ناس تشتغل في الموضوع ده. انا لا اعترف بهذه الطريقة. انا الطريقة اللي انا بؤمن بها انك اول حاجة تعملها تدور على الناس الممتازة، انك لما تدور على الناس الممتازة وهم اللي يعملوا التخصصات. طبعا في رؤية عامة للبلد وكل حاجة، بس لازم تدور الأول على leaders of research أو الناس اللي يقدروا يقودوا البحث العلمي بالطريقة الصحيحة. لما تعمل كده يطلع بحث علمي عمرك أنت نفسك ما توقعته. شكرا أستاذ وير. أنا عارف أن الوقت بيمر، ولكن يعني في أسئلة كتير، شو هستأذنك أن تاخد كمان سؤالين أو ثلاثة. في الحقيقة شعور في عدد من الأسئلة من طالب ثانوي وإلى باحث في معهد عالي، طالب في كلية التربية، كلهم بيسألوا بيقولوا إن الشباب مش واخدين حقهم، وعايزين رأيك في كيفية، سواء الواحد بيقترح بناء مدينة علمية لرعاية الموهوبين علميا، إنما الأسئلة كلها بتدور حول كيفية التعرف على الشباب الموهوب علميا وكيفية رعايتهم بصفة خاصة للمستقبل عشان ما يضيعوش في الصورة العامة اللي موجودة. هي في طريقة، يعني في طريقة. أنا مؤمن بالفكرة بتاعت يعني المشروع اللي احنا بقالنا مدة بنتكلم فيه ده في مصر، هو بالضبط الفكرة اللي حضرتك أو حضرتك بتسأل عليها، وهو أننا أنا في اعتقادي ان احنا ممكن بعد البكالوريوس مثلا او حتى بعد الثانوية العامة او بعد يا اما بعد الثانوية العامة او بعد البكالوريوس الاثنين، انك تقدر تختار مجموعة. في كالتاك احنا بنعمل انترفيو يعني لكل طالب بيقبل في الجامعة، فتقدر انت تقدر تأسس منظومة بحيث انك انت تقبل فيها الطلبة فعلا الموهوبين. وبقصد بموهوبين هنا مش كلمة طالب ذكي، لا، أنا بقصد بموهوب إن هو عنده الشغف إن هو يخش في العلم والهندسة والطب ولا، وفي نفس الوقت في مقومات بيتثبت هذا، مجموعه، مقابلات معاه، إيه اللي عمله هو في الأندرجراديوت، حاجة زي كده. لما الناس دي تخش في المنظومة اللي احنا بنتكلم عنها ديت، وعادتها بسيط يعني زي ما عملوا معنا في أمريكا، بنبدأ نديهم بقى المقررات الجديدة والعلم الحديث وإيه اللي آخر ما توصلوا، وبعدين بنجيب لهم أحسن علماء يحضروا في العالم من جميع أنحاء العالم، من داخل مصر ومن خارج مصر، وبالتالي بيشوفوا بقى هم رؤية جديدة وبيشوفوا العالم ماشي إزاي وبيتعلموا لغات. فلما يقعد له ده مثلا 3-4 سنين في مؤسسة زي دي،
وبعدين احنا بقى نشترك معاه في صناعات مصر الحديثة، نشترك معاه في الوضع الأكاديمي اللي هو عايز يعمله، تبدأ بقى العجلة الأساسية. وعلى فكرة ده مش بعيد قوي على اللي عملته من أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ونجحت فيه جدا جدا يعني زي ما تعرفين. فدي مش بعيدة عن الفكرة بتاعت المشروع اللي أنا دايما بتكلم عنه. دكتور أحمد، في سؤال برضو متعلق بهذا، إن في عدد من الناس بيقولوا يعني في بعض العلوم اللي هم مهتمين بيها، من بعضهم مهتم بالرياضيات، بعضهم مهتم بعلوم نظرية، فبقولك عايز حياة في البحث العلمي، ولكن البحث العلمي لا يدر دخل. فإزاي يعني، هل فعلا لازم نقول انه مفروض يضحي بكل شيء ويعيش في الفقر من اجل العلم، ولا بترى حل المشكلة للشباب اللي عايزين البحث العلمي انما في نفس الوقت مش شايفين مستقبل ليهم كحياة يومية؟ هو يعني انت عارف زي رجل الاعمال، في رجل اعمال ذكي شروط بيشوف حاجة وعارف انه مش هيطلع منها فلوس كتير في العشر سنين اللي جايين، بس هو عنده رؤية لو سابها عشر سنين هيحصل على عشر اضعاف الفلوس اللي هو حطها. البحث العلمي هو ده بالظبط. لو انت عايز انه بكرة او السنة الجاية او السنة اللي بعدها ان تنتج منتج لمصر، يبقى متعملش بحث علمي. لكن لو انت بلد شايفة ان المستقبل في التعليم والبحث العلمي ودورك في تطور الصناعة والاقتصاد، لابد انك انت تعمل الادخار او الانفستمنت ده في البحث العلمي، وتتصور بقى لا يمكن ابدا ان انت بعد عشر سنين انك مش هتلاقي ابدا ان انت يعني بتحصل يمكن على ثلاث اضعاف على الاقل اللي انت حصلت عليه. يعني هديكم مثال بسيط جدا غريب قوي كمان، يعني من النظريات المهمة جدا اللي اكتشفت في اوائل القرن اللي فات، حاجة اسمها الكوانتم ثيوري. كوانتم نظرية الكم. كوانتم ثيوري. لو انا جيت قلت لك هنا في الوقت ده ايه الكوانتم ثيوري، هتلاقي ناس كتيرة ممكن تقول لك ايه تنفعنا بايه دي؟ دي حاجة فزلكة كده وفيها اي بزاوية اتش نيو وبتاع وشوية معادلات وكلام من ده. تعرف ان دلوقتي بيعتبروا ان اكتر من 40% من اقتصاد امريكا معتمد على نظرية الكم. يعني مش ممكن يكون عندك ترانزستور من غير ما يكون عندك نظرية الكم. مش ممكن كانوا يكتشفوا الليزر وتطبيقاته من الطب للدفاع لكل ده اذا ما كنتش فاهم وعملت نظرية الكم. فالدول اللي فاهمة وعندها الإرادة للتقدم ما بتعتبرش البحث العلمي عبء عليها، بالعكس تعتبر البحث العلمي جزء أساسي من التطور الاقتصادي والصناعي، وأنا بضيف السياسي. شكرا دكتور. مجموعة أسئلة شخصية جدا على فكرة. طبعا أنا يعني ما بعبرش عن أسئلتي، أنا لسه أنا عندي كان عندي أسئلة كتير، بس بيجيلي فرص أن أتكلم معاك فبندي الأسئلة اللي جاية كلها. مجموعة أسئلة برضو جاية من شباب، أسئلة شخصية بقى خالص. واحدة من طالبة بكلية علوم رهان محمد تسأل: أنت كنت بتذاكر إزاي؟ لأن بتقول مش عايزين تلقين ومش عايزين حفظ ومش عايزين طب إمتى ذاكرت؟ كنت بتذاكر إزاي؟ مجموعة أخرى بتسأل: التغير في حياتك نتيجة لجائزة نوبل، ماذا حدث في العشر سنين؟ شعورك يعني بعشر سنين بعد النوبل وعشر سنين قبل النوبل برايز. ومجموعة أخرى بتسأل أيضا عن في تقديرك أنت سمات العالم، يعني الصفة بتاعت اللي تفرق دول ده عالم كبير أنت بتحترمه وتقدره، وده مجرد واحد باحث عادي. فثلاث أسئلة شخصية جدا. طيب هحاول أفتكر وأنت تساعدني يعني. طيب حاضر. فالسؤال الأول كنت بذاكر إزاي؟ والله كانت أحلى مذاكرة. كنت بقعد أسمع أم كلثوم بالراديو ورايا،
واقعد احل في ميكانيكا وجبر ومش عارف ورياضيات وحاجات، يعني ما كانش فيها، مش عايزك تتصور اللي هو عملية ايه ان انا كنت جاي من المريخ، لا يعني كنت زي اي واحد فيكم، بس الحقيقة كانت اهتماماتي واضحة. يعني عشان اكون امين، انا كنت من صغري وانا اهتماماتي واضحة، انا يعني تقريبا عارف انا عايز اعمل ايه، وفي نفس الوقت ما بضيعش وقت في الحاجات دي، فكنت منتظم. ما كنت، كان في شباب كتير بيعمل حاجات يعني كتير جدا ما عملتهاش، لكن عملتها بعد ما خدت نوبل وبتاع. ما ده السؤال التاني بقى، ما ده السؤال التاني بقى، ايه اللي عملته بعد النوبل اللي ما كنتش بتعمله؟ لا الحقيقه اللي نوبل عملته، انا طول عمري يعني، حتى كان في مقالة طلعت برضو في جريدة الشروق هنا عن زيارة لكالتاك، ويعني بيقولوا ان انا شديد جدا ما عنديش تضيع وقت وبتاع، وهو ده فعلا يعني، انا ممكن جدا اخد طالب، عندي طلبة مصريين ممكن اخدهم ونروح ناخد شاي ونتكلم عن مصر وبتاع مش عارف ايه، بس الوقت ان احنا دخلنا المعمل ما فيش هزار، هم حتى قالوا كده ما فيش هزار. لكن اللي عايز اقوله ان الانضباط مهم جدا في الحياة. اللي عملته نوبل بالنسبة لي أنا ما أقدرش أضيع وقت دلوقتي، ولما أحس إن الوقت بيهدر ولو ساعة ما أعملهاش، يبقى ده معناه إن كل حاجة لازم يكون لها وقتها ومنضبطة، لأن عندي حاجات كتيرة جدا نفسي أعملها في حياتي يعني قبل ما أفارق. فيعني الفكرة الأساسية لموضوع نوبل بجانب التكريمات والحاجات الحلوة ومش عارف إيه، إنه الوقت من ذهب وما اقدرش انا اضيع وقت، تعودت حتى انا يعني بالطريقه دي خلاص، فدي اصبحت حياتي دلوقتي. بعد ايه السؤال الثالث؟ السؤال الاخير بقى سمات العالم، يعني انت تقول ده عالم، ده عالم صحيح وده، انا هقول لكم بكل صراحه، لما عالم يقول لك انا عملت وانا خليت وانا كنت مش عارف ايه، اعرف على طول انه بكاش. إنما ما بتجيش بالطريقة ديت، ولا عمرها جت بالطريقة ديت، وأي حد ما يقولكش إن هو تساعد بمؤسسات وبناس وناس عاونوه، وبعدين العالم الكبير قوي هتلاقيه متواضع وتلاقيه يقولك إنه ما بيعرفش، لأنه فعلا كل ما بتتعمق وكل ما بتشوف الدنيا وكل ما بتتأمل في حاجات كتير جدا، بتعرف أنت قد إيه صغير في الأوشن ده، في الميديترينيان، في البحر الأبيض المتوسط ده، أنت عبارة عن حبة صغيرة جدا جدا. دكتور أحمد زويل، في مجموعة كبيرة من الأسئلة الخاصة تخص أسئلة علمية محددة، وبعض الناس عندها اقتراحات خاصة بحاجات هي عملتها إلى آخره، فأنا بجمعهم لك على جنب لوحدهم وحبديهم لك بعدين. وفي طبعا أسئلة كتير مش هنقدر نوصلها النهاردة، لأن دكتور أحمد كتر خيره بيقارب الساعتين ونص معانا في هذه الجلسة، إنما هو راجل بيفي بوعوده، ووعد مرة قبل ذلك إنه هيرجع تاني، ورجع تاني هو زي ما أنتوا شايفين. وأنا بقول للناس اللي ما قدروش يخشوا النهاردة، وانا مسؤول عن هذا، لاني برفض، وده يمكن ده مبدا علمي يا دكتور زويل، برفض حكايه ان الواحد يحط كراسي تسد الممرات بتاعه الحريق وبتاعه البتاع، انه لازم في انضباط، ففي قاعات اضافيه زملائنا تحت بيتفرجوا علينا دلوقتي بالفيديو وسمعنا، انما في برضو مجموعه كانت تحب تقابل وتحضر ما حضرتش. فيا ترى يعني ختاما، ممكن ان احنا ناخد من حضرتك دكتور احمد وعد انك ترجع مره تانية، وهندعو الجميع مره اخرى، ونحط شاشات بره على، لو كان في الصيف يعني، لو كان في الصيف هنحط لكم شاشات بره وميكروفونات بره، والبلازا بقى هتساع اللي مش هيساع جوه، فنقدر ناخد الوعد ده ان شاء الله. طيب شكرا لك. محدش يقوم، انا بارجوكم، ارجوكم خليكم، ارجوكم جميعا، ارجوكم كله، استنى عندي لسه في حاجه دلوقتي.
الحقيقة يعني احنا عايزين جميعا بنعتز بالدكتور احمد زويل، انما بصفة خاصة جامعة الاسكندرية. فارجو من الاستاذ الدكتور حسن نادير رئيس الجامعة، والاستاذة الدكتورة هند النوي رئيسة الجامعة بعد يومين، انهم يشرفونا على المنصة ويقدموا درع تكريم للدكتور احمد زويل. شكرا لكم جميعا، وشكرا للدكتور زويل، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله.